يعني بما ان مثل ما قلنا بين الشوطين يتجه للجانب الخليجي، خلونا نركز على اعتقد من اهم الاخبار الموجوده بالسوشيال ان كاس الخليج القادمه راح يكون في مدينه البصره العراقيه. ما ادري ابو حسام، هذا الخبر خبر جميل، خبر ممكن نتردد من خلاله لان اكثر من بطوله شفناها كانت راح تقام بالبصره صحيح. ويتم الاستبعاد المدينه. والله نتمنى ان شاء الله في العلاقه الشقيقه الحبيبه ان شاء الله يرجع لها الامان، عشان احنا كخليجيين نروح ونتشرف في 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 العراق. نعم. وهذا اللي نشرف، يعني من زمان عاشق جمهور العراق عاشق الكره صح، والحمد لله ان شاء الله هم يعني الاخوان في الخليج كل مره يقول لك في العراق يغيرون لي، لان في ظروف تمنع اقامه في بغداد. وان شاء الله ان راحت هالظروف وصار الديره في امن وفي سلام بالعكس. هي البطولات الخليجيه دائما جميله في جميع مدننا، عسى الله يدوم الامن والامان. لكن اعتقد بالفتح انت شاركت كابتن يونس في بطوله بالاعراق، بطوله خليجيه، انا اعتقد كثير من اللاعبين ما شاركوا. شاركت اي نعم 79 انا الخامسه بارك الرحمن 79 لا كلام رايك باختيار البصره؟ والله هو مش اختيار، هو حق البصره انها الحق الاستضافه، يعني انها تستضيف كاس الخليج، خاصه انه من 79 من الدوره الخامسه ما استضافت البطوله العراق صح. وكلنا نعرف الجماهير العراقيه بحبها وشغفها في الكره وحضور الجماهير وال حتى منتخبات يعني المنتخبات واعتقد يعني المباريات يعني. المباريات اللي قرت التجريبيه كان حضور جميل، يعني اعتقد المنشاه جيده والمشاهد الان جيده هناك أكيد. صحيح، يعني والجماهير العراقيه هي ملح لمثل هذه الدورات وخاصه دور الخليج صحيح. تحتاج جماهير العراق حقيقه. يعني خليني اوديك الجانب الاعلامي، شنو الاسباب دائما يتم استبعاد البصره؟ ممكن الاسباب الامنيه، طيب على اي اساس يتم الاختيار اليوم وممكن بعد شهر وشهرين او ثلاثه يتم استبعادها مره اخرى؟ شوف، هو يتم الاختيار حسب انه هو حق مكفول بالدور ولكن الأمن والأمان اليوم في العراق أنا أعتقد ما يسمح لإقامة مثل هذه البطولة، خاصة أن ضيوف كثيرين يعني من دول الخليج يجون، وخلنا نكون واقعيين يكونوا متخوفين شوي من الناحية الأمنية. الأخوة في العراق يحاولون جاهدين أنهم يستضيفون هذه البطولة، ولكن يعني في آخر مرحلة هم أنفسهم يعتذرون، لأن بالفعل ما تمر به العراق اليوم أمر يعني يحز في نفسنا جميعا صحيح. نتمنى اليوم للعراق أن يرجع كما كان، نتمنى للعراق أن يكون بلد يستضيف دورات الخليج مثل ما كان يستضيف. أنا أحاول أخذها من ناحية المنطق، يعني أنا عارف مثلا إذا بعلن عن المدينة اللي تستضيف كأس الخليج من المفترض أعرف ظروفها، أسوي اتصالاتي أروح وتالي أعلن، يعني الإعلان ما قبل يعني هذا ممكن يقع بعض الحرج. لا، جرت العادة على ذي الأمر، الآن السنوات الأخيرة جرت العادة كل ما يدور حق العراق نسمع مثل هذه الأخبار، ولكن سرعان ما تتلاشى مثل هذه الأخبار وتم إلى دولة ثانية. في الأخير الله يوفقهم إن شاء الله. أسأل الله يوفقهم. محمد، هو الخبر خبر اللجنة المنظمة لكأس الخليج هي الآن اللي أقرت، لكن هو في الأخير في المؤتمر العام هو تقدم يعني. ما تقدم إلى العراق فقط، لا تقدم صحيح ما تقدم إلى العراق الوحيد بالمناسبة. نزل طلب استضافة وبيك فيها، لكن طلب استضافة ما أدري، لكن أعتقد من المفترض نشوف الظروف. موافقة مبدئية احنا شوف، دول الخليج كلها تسعى الى رفع الحصار على الملاعب او المنع على ملاعب بالعراق صحيح. من ضمن المبادرات، وهو ما يعني ما ولا دوله خليجيه قصرت بصراحه، كل سعى بطريقته. المملكه العربيه السعوديه قامت بخطوه كبيره صراحه في انه ارسال وفدين اعلامي ورياضي لمدينه البصره. انا كنت من ضمن الوفد الاعلامي. نعم. وزرنا الملعب البصره قبل وشفنا ناس الحفاوه، شعب محب لكرة القدم بشكل غير طبيعي صحيح. يعني كان حضور الملعب تقريبا 60,000 أو أكثر، والله بدون مبالغة أنا في حياتي ما شفت جمهور اللي برا الملعب أكثر من اللي جوه. الله. يعني عدد هائل جدا، يعني في شعب شغوف يحب كرة القدم. الآن الخطوة
هي بقي قدامهم سنتين في العراق، الاخوان في العراق قدامهم سنتين، نسال الله ان يزيل الغمه على العراق. صحيح. لانه يعني ما يسعدنا ما يحدث في العراق بامانه، لكن الامن والامان هذا مطلب رئيسي جدا، واتمنى نستوفي الشروط بشكل سريع ان شاء الله. انا اعتقد انتم كرياضيين جميعا الواحد يتمنى. صحيح. والله اتمنى لانه لو الواحد ما عاش اللحظات هذه يا ابو ابراهيم، لحظات لا يمكن انساها والله العظيم، موجود معي في جوالي، موجود معي في مواقع حق، يعني شاهدنا امور يعني تتعلق بشعب العراق واستضافته، شيء بصراحه يثلج الصدر، وهذا شيء يحفزني نقول يا رب نشوف بكره الأندية العراقية والمنتخبات العراقية تلعب على ملاعب، هذا من حقها يعني، ما في لا فضل لا من أحد عليهم، لكن نتمنى أن يكون في العراق الاستقرار لأنه مهم جدا، والأمن حتى تنجح إن شاء الله استضافة العراق. من الأخبار السوشيال أيضا، طاقم حكام الكويت لإدارة مباراة قطر واليمن يوم الجمعة بكرة، علي محمود ساحة، حمود السهلي مساعد أول، عباس خلوم مساعد ثاني، أحمد العلي حكم رابع، وعبد الله الجمالي حكم الفار. مدام ابن طاري الفار، شلون التحكيم ابو علي؟ الامور طيبه بالجوله الاولى؟ الامور طيبه امانه، يمكن بعض الجماهير تقولنا في ضربه جزاء، لكن لا خل الجمهور انت شو الى الان؟ لا بشكل عام امور التحكيم طيبه، وركله الجزاء اللي ما لك شغل بصالح. لا يعني ممكن انا اقول بلنتي، ممكن اقول لا مو بلنتي، لكن الفيصل في هذا الجانب اللي هو الفار ما رجع هذا القرار. لا ما اعطى القرار، بس اقول لك يعني بدر مطول يعني. انا اشوف انه كان بدر تعبان، تقدر تقول انت هذا في جانب تفسيرك وتحليلك، لكن احنا ايضا نقول ان في ضربه جزاء، لكن بمجملها التحكيم الحمد لله ان شاء الله مؤدي دوره يعني. لكن بس على طاري ذكر المنشآت في العراق، ترى امانه يعني نفس ما ذكر الكابتن صالح، اعتقد في وزاره الاخيره احنا في كربلاء شفنا المنشأه، وايضا في منشاه ايضا لنادي القوه الجويه في بغداد، منشاه جديده وحديثه، وايضا في منشاه جديده ما فتحت الى الان لكنها جاهزه للافتتاح في النجف، وعندك في كربلاء وعندك في البصره. فبالتالي من ناحيه المنشات ما باذن الله ما اعتقد ان طلب كبيره، منشات البصره وحديثه، طلب الاتحاد العراقي لاستضافه هذه الامور لكاس الخليج الا ما قال انه بعد سنتين، ان في هناك معطيات، ان هناك ممكن يكون في حل امن وامان وسلام في العراق يا رجال، وعسى الله يوفق الجميع كل الخليج ان شاء الله. يعني بالنسبه للمباراه يمكن ابو علي تذكر المباراه اللي لعبنا قبل شهرين في كربلاء، وبالنسبه حتى انا ادل على كلام اخوي صالح لما يقول لك الشغف الجماهير، احنا في يوم المباراه يوم مباراتنا مع القوه الجويه الصبح، المباراه كانت في المساء الساعه 7 او 6 7 ونص يعني الصبح الساعه 10 كنا طالعين نقضي لنا شغله، احنا مجموعه كان الجمهور باعلامه جاي من بغداد من تقريبا 3-4 ساعات بالشارع قبل المباراه، يعني من الصبح المباراه بعد 6-7 ساعات، فجمهور شغوف بكره القدم، حتى توزيع الجمهور في داخل الملعب صحيح، فاجواء كانت اجواء يعني خرافيه، اجواء كره قدم صحيح. فاتمنى ان تكون نصيب البصره ان شاء الله البطوله الجايه. الاخر بقول التغريدات قبل توجه الى رساله الدوحه، طال عمرك عن التحكيم. التحكيم انا اقول لك في حكم مباراتنا ويا عمان ما كان متوفق، ما كان من طرفين، مو طرف بس عشان لا من طرفين، كان هو متنرفز ازيد من اللاعبين، غريبه محايد صاير والله غريبه يعني هاي صراحه. وفي ضربه جزاء انا متعجب يعني متعجب وايد ولا عادها المخرج ولا حد يتكلم عنه، عجيب كوره لمست المدافع ونزلها بيده ولا كان الفار موجود، ما اعترض على ركله جزاء ابراهيم اللي جوا الملعب، اللاعبين اللي جوا لعيبه منتخب البحرين ما احتجوا، والحبيب اللي 500 كيلو بعيد عن الملعب يقول لك بلنتي. وجهة نظره ترى انا مرتاح، يقول لك المخرج ما عادها، يعني كيف شافها ابو حسام؟ راح نناقش ما شاء الله وعساه انه مش بعد ما في شيء عاد الفغاره الجرح هذا صعب جدا. ايش رايكم نطلع فاصل؟ اي فاصل وبعدين نرجع حق موضوع الفار. الجناح هذا حسين شوف شغله، ركز على الطرف اللي ساقه ابو حسام عندي، يلا اعطونا فاصل.